ولا حاجة. خليكي كده يا حبيبتي، خليكي كده في حضني. الله، يا سلام، حلو قوي الرقص البطيء ده. ولا حاجة ولا حاجة حبيبي، ولا حاجة. ايه اللي بتعمليه معايا؟ أنا عايز أفهم ايه اللي بتعمليه معايا ده؟ ايه اللي عملتيه ده؟ مش وقت يا أخي، مش وقت. طب تعالي بس، عايزك. ايه؟ عايزك بس 5 دقايق. لا، والنبي والنبي اوسع. سلام. يا خرابي، هما بيوزعوا فراخ هنا ولا ايه؟ حمدي، شايف المفاجأة اللي عاملاها لنا مدام منى؟ مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ المأذون. ايه؟ المأذون. المأذون؟ أهلا يا سمير. أهلا بينا. أنا جاهز. يلا. جاهز ايه ده؟ أنا لسه. أنا ما إيه، يلا بينا. النهارده الخميس والجواز على ودن الأستاذة نسرقه. يا استاذ انا ناقصك، انا ناقصك. اهلا. ده انا فاكر. انت مش عايز بقى؟ انا مش عايز. لا ده انا هعرفك بقى، انت كنت عايز ولا مش عايز. شريف، احنا حالفين على المصحف اني لا يمكن اتجوز الا انت واحمد شهودي. متشكرين متشكرين يا مدام على المفاجاه دي. ايه الشيء ده؟ ده العريس. امال انت مين؟ انا عارف. ما دام الاستاذ موجود يبقى خير البر عاجل. عاجله ايه يا استاذ؟ انا حاضر. الراجل انا واخد منه عربون 5 جنيه. نعم. ايه اللي بتهببوه ده؟ انا ماليش راي في الجرم ده ولا ايه؟ ورايك يا استاذ؟ انت هتيجي معايا مش كده؟ اهدى اهدى يا كابتن، اهدى. الميه ما تفوتش على العطشان. ولا تفوت يا ست. يلا يا امان، اتفضل يا سيدنا الشيخ. ها؟ ما تسيبنيش يا سيدي. يا جماعه الفرحه بقت فرحتين. كتب الكتاب دلوقتي. الميه ما تفوتش على العطشان. انا مش عطشان يا شريف، انا تعبان. يعني انا اللي مش تعبان؟ منى. ايوه. ارجوكي عشان خاطري، ليا عندك طلب واحد بس. ايه؟ تمسكي فيهم يقعدوا لغايه ما نشوف عيالهم. من عينيا يا روحي. سليمه 100%، مش كده؟ انت تحمدي ربنا انك جيتي النهارده. ليه؟ القلب شهر ونص ما تتحركيش من السرير. يا خرابي. وتعملي تحليل دم ورسم قلب باسرع ما يمكن. آه. يا خرابي. ست احلام، قومي يا اختي، انت بخير. قومي عندنا مصيبه. قومي. خير؟ ويجي منين الخير؟ انا عارف كل اللي عملته فيا وتقولوا خير. صلي على النبي. يلا. امال لو كنت بكشف بفلوس كنت عملته فيا ايه؟ اسندها يا احمد، اسندها. اهو تعالي يا تعالي معايا معايا معايا. احمد، بقول لك ايه،
ما تروح انت تحللي لها لغايه ما نسلك بعض بالصلاه على النبي. انا تعبانه، انا عيانه، هموت. تعالك كده اتكلي عليا يا مدام. يا عم عبدو تعالى وصل المدام لشقتك. عيانه يا رب بني ادم ما فيش لسان. دي تقيله قوي. خلاص بقى انت تعبت قوي النهارده، كفاك انت راجع من سفر طويل ومحتاج حاجه تريحك. اخيرا. ايه والحاجه دي لازم تحصل حالا يا حبيبي. فعلا لازم تحصل حالا. حالا يا حبيبي حالا. يا حبيبتي ايه ايه رايحه فين؟ احضر لك الحمام. حمام ده ايه؟ خلي الحمام بعدين. نعم الناس بره. اعقل يا احمد اعقل. اعقل ايه؟ وانا بقى فيه عقل؟ ده انا خلاص نص اتجنن والنص التاني بيشاور عقله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بقى بعد ما غير ست اشهر تجيبي لي عيانين. عيانين ايه؟ هو انا بتاع عيانين؟ اعقل يا احمد اعقل يا احمد. تعالي بقى. امال يا احمد سيبك منهم. الو اهلا وسهلا. انت كنت بتقول ايه وانت طالع على السلم؟ انا ما قلتش حاجه. لا انت قلت حاجه في صدرك وانا سمعتها. ايوه كان بيقر وبيقول يا بختكم متجوزين. انا الاستاذ محمود بذمتك بحلفك وحياه العشره اللي بينا وانا طالع على السلم سري انا فيا قال حاجه؟ سرك؟ والله دي مسائل عائليه انا لا اتدخل فيها. امال النحس اللي راكبنا ده سببه ايه؟ ايه ده؟ هو انت كمان؟ ما ابدا بلا والله وحياة ربنا. احنا معمول لنا عمل يا استاذ. يا جماعه ارجوكوا اميره مستنياني على نار. احمد ابوس ايدك انا في عرضك. يلا حاضر انا جاي. انا جاي. هتعمل شاهد؟ ايوه هعمل شاهد وابقى خلي الطب ينفعك. يلا 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 سيد. يا عم تعمليها يا اميره هو ده الاتفاق. الو سجل اهرام من فضلك اديني اميره. ايه بتتكلم؟ طب انا عايزاها في حاجه خطيره دخلني على الخط معاها. اسمعيني بس. تليفون على شركه مريسه. ايوه دي عامله تعمليها يا اميره. احنا مش كنا متفقين؟ احنا مش كنا اتفقنا؟ مش كان على الاقل تدينا خبر؟ انا عايز اعرف ايه اللي خلاكي تعملي كده. كنا ماشيين كويس والخطه كانت ناجحه 100% ومحدش فينا يرجع في كلامه. ايه الفرق بيننا وبين الستات التانيه؟ دلوقتي جوزنا هيقولوا اشمعنى اميره ومش هنقدر نسحب بس.